الشجاعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين دلة الكرام أهل السلام دستورها عالي المكانة والمقام ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين. نبتدئ فعاليتنا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال هذا العدوان الغاشم. صدق الله العظيم. والآن مع كلمة مملكة البحرين يلقيها وكلمة وزارة الخارجية يلقيها ممثل الوزارة سعادة السيد أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية في الوزارة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ طه محمود عبد القادر سفير دولة فلسطين الشقيقة، أصحاب السعادة السفراء، الأخوة والأخوات، يشرفني أن أشارككم اليوم هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ضوء الاعتداءات المستمرة من جانب إسرائيل على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية وقطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأود بهذه المناسبة أن أنقل لكم تحيات سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وتمنياته بأن يعم السلام المنطقة وينال الشعب الفلسطيني الشقيق جميع حقوقه المشروعة التي طالما ناضل من أجلها. أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات، يمر الشعب الفلسطيني الشقيق هذه الأيام بأوقات عصيبة، حيث تواصل إسرائيل سياساتها العنصرية والإقصائية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في مدينة القدس وحي الشيخ جراح على وجه الخصوص، بهدف إخلاء هذا الحي من سكانه من الفلسطينيين، وذلك في إطار مساعيها لتهويد المدينة المقدسة. ومملكة البحرين تدين بشدة كذلك الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها حتى اليوم العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، وتجدد المملكة دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله الوطني لتحقيق مطالبه المشروعة التي أقرها المجتمع الدولي وأكدت عليها الكثير من قرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات والمحافل الدولية. أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات، إن الدبلوماسية البحرينية تضطلع في هذه الأوقات الصعبة بدور كبير مع أشقائها الدول العربية، حيث تقوم بواجبها
في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم المشروعة. وقد أكدنا على هذا الموقف المبدئي في الاجتماعات الطارئة التي عقدتها مؤخراً جامعة الدول العربية واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن مملكة البحرين تعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتفعيل العمل العربي المشترك في الأمم المتحدة، سواء من خلال المجموعة العربية أو المجموعة الإسلامية، حيث تقوم المجموعتان حالياً بجهود جبارة لدعم الموقف الفلسطيني، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن. وترى مملكة البحرين أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة المدنيين ويعرض السلم والأمن الإقليمي للخطر، ولهذا تدين مملكة البحرين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية وتدعو كافة الأطراف إلى وقف التصعيد في أسرع وقت ممكن، ذلك أن أرواحا بريئة تفقد يوميا جراء هذا التصعيد الخطير. أصحاب السعادة، أيها الأخوة والأخوات، إن مملكة البحرين تؤكد تأييدها للمبادرة المصرية التي تسعى إلى تحقيق هدنة بين الفصائل الفلسطينية ودولة إسرائيل، وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والدول المؤثرة في المنطقة إلى دعم المبادرة المصرية وحث الأطراف على قبولها وبدء المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. إن مملكة البحرين تتمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين والمبادرة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. مع كلمة البرلمان البحريني ويلقيها واللجنة الدائمة النوعية لمناصرة الشعب الفلسطيني في البرلمان، يلقيها سعادة النائب إبراهيم النفيعي، فليتفضل مشكورا رئيس اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة سفير دولة فلسطين السيد طه عبد القادر، سعادة السفراء، الأخوة والأخوات الكرام، إن وقوفنا اليوم تضامنا مع شقائنا الفلسطينيين من منطلق مبادئنا الإنسانية والأخلاقية والدينية، إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك أصبحت داراً للسلام، وشهد بذلك الجميع القاسي والداني. مددنا يدنا للعدو الإسرائيلي للسلام، ولكن أثبت بأنه ليس للسلام وليس أهلاً له، وهذا ما يجعلنا نطالب بإلقاء اتفاق السلام مع إسرائيل لأنهم لم يلتزموا بمبادئ السلام. مطالبين الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى والدول الكبرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقوف العدوان الإسرائيلي لما يقوم به من استهداف الأطفال والمدنيين والاعتداءات على المقدسات الدينية. ونقولها لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بمجلس نواب البحرين كانت وستظل دائما للشعب الفلسطيني، رحم الله شهداء فلسطين، وتمنياتنا العاجلة الشفاء للمصابين، وعاشت فلسطين حرة أبية. والآن مع كلمة تنسيقية الجمعيات السياسية في البحرين، يلقيها نيابة عنهم رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي سعادة الأخ راشد الجودر، فليتفضل مشكورا. بسم الله. القوي العزيز، المعز للمجاهدين في سبيله، المذل للطغاة والمستبدين والمعتدين، وسلام لفلسطين وشعبها الأبي المناضل، الساطع في سمائنا العربية شمسا لا تحجبها قيوم الانهزام واليأس،
وتحية لكل العاشقين لفلسطين في البحرين وفي كل بلد عربي وإسلامي وأجنبي، الذين تمتلئ بهم الشوارع والقاعات ويمتلئ بهم الفضاء الإلكتروني، وقد تجمعوا لأجل أن يشعلوا وسط ظلام القهر والاستبداد شمعة، ولأجل أن يزينوا سماءنا بعلم فلسطين واسمها، ولأجل أن تعلو بكلمة الحق أصواتهم في وجه كل المطبعين والمتخاذلين والمهزومين والمشككين في قدرة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية على تحقيق النصر ودحر عدوان الكيان الصهيوني. في تجمعنا هذا المساء اسمحوا لي بأن لا أوجه كلمتي للحاضرين في هذا المكان، وإنما للحاضرين في قلوبنا جميعاً وفي وجداننا، المرسومين بهجة في عيوننا، الحاملين لشعلة الأمل في زماننا الموبوء بالهزائم والانكسارات، أولئك الصامدون في ساحة النضال والمواجهة مع العدو الصهيوني. إلى كل مقاتل يتزين بكفنه ليندفع بإرادة لا تهزم وعزيمة لا تلين لكسر شوكة الاحتلال البغيض وتطهير المسجد الأقصى وكل بقعة في فلسطين من دنس الاحتلال، أوجه كلمتي إلى كل أم فلسطينية صابرة مناضلة تقدم أبنائها وحشاشة قلبها فداء لفلسطين، وإلى كل طفل فلسطيني يحمل حجراً يحطم به أنوف الطغاة الصهاينة المستبدين، وإلى كل فتاة فقدت أباً أو أخاً أو زوجاً أو حبيباً، وإلى كل طفلة حرمت عطفة وحنان أبويها، وإلى عموم الشعب الفلسطيني البطل الذي يغسل بدماء شهدائه نجس الاحتلال الصهيوني ويعيد لهذه الأمة العربية شيئاً من عزتها وكرامتها التي استباحتها اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني. لأقول للجميع إننا وإن لم نكن باستطاعتنا التواجد بينكم بأجسادنا، فإن قلوبنا تحيا بينكم وبكم، وإن أرواحنا تهفو إليكم وهي فداء لكم، وإن عيوننا معلقة بكم بوجوهكم المشعة بالإرادة والعزيمة والتحدي، مشدودة إلى قدسكم وقدسنا جميعاً، وإلى كل مدينة وقرية، إلى المساجد والكنائس، إلى الحقول والشواطئ، وإلى البيوت المتشحة ألماً، وإلى الأمل الذي تصنعونه وأنتم المحاصرون بالبطش والقمع والاحتلال. ولأقول لكل المعذبين في الأرض ومنهم شعوبنا العربية، إن الماء قد يسكن بأعماق الصخور سنين طويلة تشتاقه الشعوب العطشة للحرية والعدالة والسلام ولا تطال، فإذا جاء أمر الله وأوحى للمناضلين الشرفاء من عباده أن يضربوا الحجر بالحجر وبالصواريخ وبالقنابل وكل ما تطاله أيديكم، فإذا ماء الحياة من بين الصخور يتدفق بالأمل وبالفرح وبالانتصار، وكذلك يفعل أبناء الشعب الفلسطيني، فهم ماء الحياة والأمل الساكن بأعماق الألم. وقد يسود الجدب أرضنا العربية حينا من الزمان، فإذا جاء أمر الله وبلغ الغضب مداه تجمعت في سمائنا قيوم كثيفة تهطل بعد حين أمطار عظيمة تستحيل سيولا تكنس كل العفن الذي يغطي أرضنا العربية وتمنح للأرض وللإنسان حياة جديدة ملؤها الأمل والبهجة، وكذلك هو الشعب الفلسطيني في كل انتفاضاته يفعل، فهو مطر السماء. ظنوا بأن شعوبنا العربية
وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني قد ماتت نتيجة للقمع الطويل والقاهر والاستبداد، فأقاموا لها مجالس العزاء واصطفوا لأجل أن يتلقوا تعازي المعزين من المطبعين والمتخاذلين المهزومين، فإذا بأبطال المقاومة الفلسطينية تدك بصواريخها تلك المجالس معلنين بأنها هنا أمة لا تموت، تقفو قليلا وقد تنام لحين من الزمان ولكنها أبدا لا تموت. وإذا كان لنا من موقف نعلنه في تجمعنا هذا في ظل ماء الأرض ومطر السماء الفلسطيني، فهو دعوتنا إلى كل من سلك نهج التطبيع مع الكيان الصهيوني من حكومات وأفراد للاستماع إلى صوت العقل والضمير والأخلاق والانتماء العروبي والإسلامي، لأجل أن تمزق تلك الاتفاقيات المذلة والمهينة والتي تمثل طعنة في ظهور أبناء شعبنا العربي الفلسطيني والشعوب العربية كافة، منبهين الجميع إلى أنها فرصتهم الذهبية باستبدال تلك الاتفاقيات بالوحدة فيما بينهم وبالاستقواء بشعوبهم ونصرة القضية الفلسطينية بالأفعال وليس ببيانات التنديد والشجب والاستنكار أو استجداء لمجلس للأمن لم يمنح يوما شعبنا الفلسطيني لا أمنا ولا سلاما ولا عدلا ولا حرية. إنها فرصة لكل من تداعب خياله الأوهام في تحقيق السلام مع عدو أقام كيانه على القتل والتهجير والقمع، لكي يتخلى عن أوهامه بعدما قدم لنا أبناء فلسطين الأبطال بدمائهم وتضحياتهم الدليل القاطع على همجية وقدر وعدوانية هذا الكيان القاصر وعدم رغبته في السلام. وسجل التاريخ فيه ما يكفي ويزيد من الأدلة القاطعة التي تحول دون أن تمتد أي يد عربية لمصافحة أيادي الصهاينة الملطخة بدماء أبناء أمتنا وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. نسأل الله قبل ذلك اسمحوا لي أن أود أن أشيد وأثمن مشاركة ممثل وزارة الخارجية بدولة البحرين في هذه الوقفة البرلمان والبرلمان وندعو حكومتنا الموقرة إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية وقوة في مواجهة هذا العدوان القاسم على فلسطين. مشكور. ونسأل الله أن يشد من أزر إخوتنا في فلسطين وأن يثبت أقدامهم ويعزز وحدتهم وينصرهم على عدوهم وعدونا وأن يرحم شهدائهم. وعاشت فلسطين حرة عزيزة أبية. عاشت فلسطين. عاشت فلسطين. عاشت فلسطين. والآن مع كلمة فلسطين يلقيها سعادة السفير طه عبد القادر فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ ممثل وزارة خارجية مملكة البحرين السيد أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية في وزارة الخارجية، سعادة الأخ رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني سعادة الأخ النائب إبراهيم النفيعي، سعادة ممثل تنسيقية الجمعيات السياسية رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي سعادة الأخ رشيد الجودر، إخوتي وزملائي أصحاب السعادة السفراء، إخوتي
أصحاب السعادة السفراء، يا محبي فلسطين، Your Excellency, you are welcome and thank you. الأخوات والإخوة الحضور ومتابعينا الآن في البث المباشر عبر حساب السفارة على حساب فيسبوك، أرحب بكم جميعا باسم شعبنا الفلسطيني، وأنقل إليكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن الثابت على الثوابت، والذي يقدر لكم هذه الوقفة التضامنية مع شعبنا الفلسطيني البطل. من سفارة فلسطين، بيت كل الفلسطينيين، بل بيت كل العرب وكل أحرار العالم، نرحب بكم أبداً، ونرحب بكم أولاً بالشكر والتقدير لكم ولدولكم وشعوبكم التي تقف إلى جانبنا. واليوم نقول باسمكم جميعاً إن أرضنا الفلسطينية التي خصها الله بالبركة وزوال الظلم عنها، إذ لا يعيش فيها ظالم أو ظلم، فهي أرض الخير والعبادة والإعمار، هي أرض السلام، أرضنا هذه التي أحبها ويحبها كل أحرار العالم. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أصحاب السعادة السفراء، 11 يوماً من العدوان الإرهابي لدولة الاحتلال على أبناء شعبنا الباسل، استشهد المئات وأصيب الآلاف من أبناء شعبنا العزل، وتم تدمير مئات البيوت وتهجير أكثر من 50,000 مواطن فلسطيني أصبحوا الآن دون مأوى. هذه حصيلة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا. دولة الاحتلال المجرم التي توغل بالدم الفلسطيني وبفجور صارخ، وما زال البعض يمدع صدور قرار من مجلس الأمن لحماية المدنيين من خلال أخذ قرار بوقف إطلاق النار. الإدارة الأمريكية الجديدة للأسف ما زالت منحازة ومشاركة في هذا العدوان على شعبنا، وتعطل لغاية اليوم أي قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار ويحمي أبناءنا المدنيين من شعبنا الفلسطيني البطل. أيها الإخوة، القيادة الفلسطينية تعمل على الصعد من أجل التوصل إلى قرار يحمي شعبنا من هذا العدوان، وبنفس الوقت تعرفون بأننا طلاب سلام، وقبلنا بكل الوساطات الإقليمية والدولية التي تحقق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. ومن ضمن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لكن بنفس الوقت نقول وللعالم أجمع وفي هذا اليوم نقول للعالم أجمع أننا لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء، وسنبقى متمسكين بثوابتنا الوطنية وبعمقنا العربي والإسلامي الأصيل، وإرادتنا ستبقى الأقوى وستنتصر بإذن الله. ونؤكد في هذا اليوم
على ما شدد عليه الأخ الرئيس أبو مازن. أولا، بدون عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام أو استقرار أو اتفاق في هذه المنطقة. اثنين، القدس هي درة التاج وجوهر الهوية الوطنية الفلسطينية وجزء أصيل من هويتنا العربية والإسلامية. ثلاثة، نريد السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبادرة السلام العربية. ما تقوم به دولة الاحتلال في غزة هو إرهاب دولة منظم على شعبنا الفلسطيني الأعزل. ومن هنا نقول ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وقيادتها الشرعية هي العنوان الوحيد لكل شعبنا في داخل الوطن وفي الشتات. العنوان كان بالأمس واليوم وغدا ولمن يريد السلام في هذه المنطقة هو قيادتنا الشرعية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد لشعبنا الفلسطيني. فاليوم شعبنا الفلسطيني موحد في كل أماكن تواجده، في القدس، في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدننا وبلداتنا في الداخل الفلسطيني عام 1948، وكذلك أهلنا في كافة المخيمات من مخيم عين الحلوة إلى مخيم اليرموك إلى مخيم الوحدات وإلى كل المخيمات وإلى كل الشتات من أبناء شعبنا المنتشرين في كل أنحاء العالم. من تابع أمس الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية في فلسطين والقيادات الفصائلية حيث عم الإضراب الشامل كل بلدات ومدن وقرى الداخل الفلسطيني في فلسطين التاريخية، كل الضفة الغربية، كل القدس، كل مخيمات الشتات وكل الفلسطينيين المنتشرين في أنحاء العالم. هذا يؤكد أن شعبنا الفلسطيني واحد في كل أماكن تواجده. كل أبناء شعبنا الفلسطينيين اليوم موحدين في مواجهة هذا العدوان، وقد حددنا عدونا وهي دولة الاحتلال. ونعدكم ومن خلال عمقنا العربي والإسلامي وبدعمكم وبدعم كل الأصدقاء بأننا لن ننكسر وسننتصر وسنخرج ونحن أقوى في مواجهة هذه الهجمة الاستعمارية المتمثلة بدولة الاحتلال وقطعان مستوطنيها. إن الحرب الإسرائيلية الهمجية في قطاع غزة طالت كل معالم الحياة، طالت الشجر والحجر والبشر والهواء والماء وكل نواحي وكافة البنى التحتية وكافة المؤسسات الصحية والتعليمية والخدماتية وأماكن العبادة، وطالت الأبراج والبيوت السكنية والمدنية، ووصل إرهابهم إلى استهداف كافة المكاتب الإعلامية المحلية والعربية والعالمية في محاولة منهم لعدم فضح جرائمهم البشعة بحق شعبنا الأعزل. كما أمعنت قوات الاحتلال الهمجية وقطعان مستوطنيها المجرمين في الاعتداء على أماكن العبادة في فلسطين، على المسجد الأقصى وخليل الرحمن، وطالت المصلين وطالت جرائمها أبناء شعبنا
المسيحيين وآخرها الاعتداء بالضرب على عدد من رهبان بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس المحتلة قرب كنيسة القيامة وهم في طريقهم لإقامة الصلوات. وقبلها بأيام اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المواطنين المسيحيين الذين أرادوا المشاركة في سبت النور بكنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس ومنعتهم من الوصول إلى الكنيسة للمشاركة في احتفالات سبت النور. أيتها الأخوات أيها الإخوة، أرضنا وقدسنا سندافع عنها بكل الوسائل مهما كلفنا من تضحيات، رغم التوحش الهمجي الإرهابي من العدو الصهيوني وبشكل فاجر. وفي هذه اللحظات التي نرى بها التحركات الشعبية في كافة أرجاء المعمورة تضامنا مع شعبنا، عشرات الآلاف لا بل مئات الآلاف خرجت نصرة لفلسطين وتضامنا مع فلسطين، نؤكد بأن قضيتنا عادلة وأن وقوفكم إلى جانبنا أنتم أصحاب السعادة، إن وقوفكم وبما تمثلون إن وقوفكم إلى جانبنا سيكون له المردود الإيجابي. ونحن في فلسطين شعبا وقيادة نعول على دوركم ومواقفكم الداعمة للحق الفلسطيني. شعبنا الذي انتفض في القدس وأهلنا في الشيخ جراح كذلك نصرة لغزة الأبية التي عمدت صمودها بالدم، بالتأكيد لن ترفع الراية البيضاء وبالتأكيد ستنتصر، ونحن واثقون من النصر بإذن الله. فمشروعنا ورؤيتنا هي باتجاه الإنسانية والكرامة والحرية، وهذه مطالبنا الأساسية والتي لا يمكن التخلي عنها. فلهذا فإن حتمية انتصارنا مكفولة بالعقيدة والإرادة والتاريخ والعمل الجاد. نحن واثقون من النصر لأن هذه الأرض تحكي لنا وحدنا نحن الفلسطينيين. هذه الأرض تحكي لنا أسرارها وما تخبئه من ذرات التراب المقدس المجبول بدماء الشهداء الطاهرة. تقول لنا هذه الأرض إن آلاف الملوك والأمراء والمغامرين مروا من هنا ولم يبق منهم سوى أولادك يا فلسطين، لم يبق منهم سوى أولادك يا فلسطين الذين عرفوا ويعرفون سر هذه الأرض. فسرها في القدس، سرها في القدس وفي الأقصى وكنيسة القيامة وفي داخل كل طفل. هذا السر موجود في داخل كل طفل وشيخ وشاب وامرأة فلسطينية، موجود هذا السر في شوارع وأزقة بيت المقدس. من فلسطين من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، أتقدم منكم وباسمكم لدولكم وما تمثلون، وباسمكم أتقدم لمملكة البحرين الشقيقة لقيادتها الرشيدة مليكا وحكومة وشعبا عزيزا للقضية الفلسطينية المركزية التي آمنت بها القيادة والشعب أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. ومعا وسويا حتى القدس، وعلى أمل اللقاء بكم جميعا في دولة فلسطينية حرة مستقلة، لنصلي سويا في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وكما كان يردد الرئيس الشهيد ياسر عرفات: سيرفع شبل أو زهرة من بلادي علم فلسطين خفاقا فوق مآذن القدس وكنائس القدس، يرونها بعيدة ونراها قريبة
وإنا لصادقون بإذن الله. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والتحية لأسرانا البواسل، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لشعبنا، وإنها لثورة حتى النصر. والسلام عليكم. شكرا الأخوات والإخوة الكرام، كل باسمه ولقبه. نحن ارتأينا هذه المرة أن نقيم هذه الوقفة بدون جمهور، واكتفينا بالبث عبر البث الحي فيسبوك التزاما بالإجراءات الصحية المتخذة في المملكة. نتمنى السلامة للجميع، بارككم الله. ونشكر في هذا الخصوص وزارتي الداخلية ووزارة الصحة التي واكبتنا، وكل الشكر والتقدير للإخوة وزارة الخارجية على الترتيبات، وللبرلمان البحريني شكرا جزيلا، ومعا وسويا نحو القدس إن شاء الله. شكرا.